السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كشفت سرقة أراضي الجادرية من قبل زعماء ميليشيا الحشد الجانب الذي لم يعد خافيا على العراقيين في إدارة غسيل الأموال والثراء غير المشروع والاستحواذ على عقارات المواطنين بعد أن تم الاستيلاء على عقارات الدولة منذ احتلال العراق في عام 2003. وبالرغم من طلب السيستاني مقابلة العائلات التي كانت ضحية سرقة أراضيها من قبل زعماء الميليشيات في محاولة منه للظهور بمظهر البريء من رعاية لصوص الدولة من زعماء الميليشيات في الحشد الشعبي كما يعبر عراقيون، ما وضع تلك الميليشيات مع رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني تحت ضغط الرأي العام. إلا أن هذه الميليشيات عادت مجددا لممارسة نشاطاتها في البناء على نفس الأراضي التي استحوذت عليها والاعتداء على ملاكها الأصليين مجددا بعد أن خفت الموضوع الذي نال اهتمام الرأي العام الشهر الماضي، وكأن ما حصل من لقاء مع مرجعية النجف وبيان الحكومة لم يكن إلا تمثيلية لامتصاص الغضب الشعبي، حيث أظهر مقطع مصور استمرار أعمال البناء في الأراضي التي صادرتها الميليشيات بالقوة والاعتداء على أصحابها وتهديدهم بالسلاح كما وثق الأهالي. دعونا نشاهد. سيد رئيس الوزراء تقول العالم باعت مو بالكراه، وبامرك يا سياده الرئيس وقف البناء. اجينا نسال هذول المجرمين، صور هذول المجرمين مو عمال، هذول المجرمين يبدون نقول لهم البناء متوقف بامر رئيس الوزراء ويضربون بالطابور قبل الشاشه ويقولون ان شاء الله. اوعى يا سيد الرئيس، اذا ما حد يقدر قول لنا احنا نتصرف، اذا ماكو دوله قولوا لنا احنا نتصرف. خليه يعلن العشاء، نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا تكشف مصادر صحفية عن أن لصوص أراضي وعقارات منطقة الجادرية هم من زعماء ميليشيا الحشد، ومن بينهم صفاء اللامي وهو الصهر وابن عم عضو ميليشيات حزب الله أو ميليشيا حزب الله أبو زينب اللامي، واسمه الحقيقي هو حسين فالح عزيز اللامي، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن المركزي في الحشد الشعبي وعباس حميد البرزنشي وحسين حميد البرزنشي، وهما شقيقان يعملان لدى أبو زينب اللامي، بالإضافة إلى سلمان محمد حسين الحلو وهو عضو في ميليشيا حزب الله وزعيم في ميليشيا الحشد، بالإضافة إلى وليد الكبيسي وهو شريك الحلو في الأعمال العقارية، وضياء كريم شحين الحلفي وهو عضو في ميليشيا حزب الله وقيادي في ميليشيا الحشد ويعمل بشكل وثيق مع الحلو على ترهيب أهالي الجادرية لبيع ممتلكاتهم أو التنازل عنها. هناك أيضا محمد حسين علي الجنابي وهو شريك في الأعمال العقارية في إحدى الكتل الأصغر حجما من الإطار التنسيقي. وكما شاهدنا فإن الاعتداءات على ملاك الأراضي عادت مجددا، حيث نشر نفس الشخص نفس الشيء الذي تعرض للاعتداء أو نفس الشخص الذي تعرض للاعتداء كما شاهدنا في المقطع السابق، نشر مقطعا آخر يوثق فيه اعتداء جديدا طاله بعد أن نشر المقطع الأول. دعونا نستمع إلى شهادته. اليوم أنا ما أناشد لأن تعبنا من المناشدات وماكو جدوى من المناشدات. اليوم الاعتداء ثالث علي، أول البارحة اعتدوا علي أنا وخالي، واليوم اعتدوا علي. كنت فايت طالع من بيت خالتي، اعترف طريقي بهاء اللامي شقيق صفاء اللامي اللي عليه الدعوة والقاء قبض، ولحد الان ما حد يدري بيه وين، لا قبض بس ما اعرف يعني. اليوم انا ما ناشد بس مجرد ابين للراي العام، انا من البدايه اعرف انه راح انقتل او انسجن بدعاوى كيديه مخدرات، يخلوني بالسياره عبوه
اي شيء من هذا الغدر مالتهم. يوم طالع من بيت خالتي اعتدى علي بها اللامي واقاربه، طلعوا علي من بيوتهم يقول لي شدك فايت منها، قلت له طالع من بيت خالتي، يقول لي بعد ممنوع تفوت منها، اكلت لك اذا فتت منها. وراها صار اللي صار، مضارب. انا مجرد من انسحبت دفعوني، ورا ما دفعوني صار مضارب. خاف يطلع الكاميرات مال بيته، مع العلم اكو بيوت اكيد يخافون يطلعون الكاميرات لانهم عصابات. يعني نطلب اذا صار القضاء وصارت الدعوه نطلب يطلع تسجيل كامل مو مقطع على راحته فقط من المضرب. مع العلم انا ادري بك جبان وما عندكم غير الغدر، يعني صور مالتك بالاسلحه وكلهم مرفقات بالقضيه، وان شاء الله يطلع عليك القبض. بس احنا ننتظر التنفيذ، انا اليوم ما اناشد، احنا تعبنا من المناشدات وماكو اي جدوى. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع، لكن الان نستعرض تعليقات تخص هذا الموضوع. ادم يقول: يا معود وينك حكومه؟ وينك رئيس وزراء؟ اودعتك العراق اسير بيد الذيول والمافيات والميليشيات الوقحه، العراق انباع. تعليق من علاء يقول: بلد عباره عن غابه، القوي ياكل الضعيف، الله يكفينا شرهم. حسن يقول: بلد عصابات وميليشيات وخارجين عن القانون ولا يعرفون ذمة ولا ضمير، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين. وزهراء تقول: مجرمين وحرامية، لا فهم لا علم، ونفس الوقت يحكمون بلد، شي تريدهم؟ شي انباع وشي احترق وشي نهب. خلونا مشاهدينا الكرام نسمع رأي السيد أبو علي من الناصرية. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يسعدك ابو جاسم، شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا، حياك الله ابو علي، كل الهلا. انا عزك يعني يعني لا انا اتذاك اليوم بقيت على الميليشيات هذول شباب من تجاوزوا عليك على البيت، او قلت له والدك نعدت الله عليهم هذول، هذول مجرمين. انا ذاك اليوم سمعتك بس الجماعه الله يخبروك، نعدت الله عليهم هذول اللي سواها وياك، يعني زين قلت له اخوك نعدت الله عليهم بدنا ابو الاخره، لان انت خوش ادم ابو جاسم. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يحفظك ابو علي. ابو علي اريد رايك، رايك بنفس الموضوع اللي انت تفضلت به اليوم، قضيه منطقه الجادريه والاراضي اللي استولت عليها الميليشيات، ميليشيات الحشد بالتحديد، وبعدين صارت هاي القضيه مال راحوا للمرجعيه وقعدوا ويا السيستاني وردوا مره ثانيه الميليشيات جوي واعتدوا على الناس وبلشوا باعمال البناء، وكانه هذا اللي صار مجرد بس ضغط اعلامي شويه ابتعدوا عن المشهد. السؤال هو هاي الحكومه وينها؟ وين هاي المرجعيه اللي يقولون عليها صمام امان من حقوق الناس اللي دا تنباق اليوم في وضح النهار؟ وين هاي الجهات اللي يقولون عليها الجهات اللي تحمينا وتحافظ على حقوقنا؟ ابو جاسم الله يخليك، عمر عندك هذا السؤال. نعم. حلو زين سؤالك. نعم. هاي شوف كلها، شوف كلها يعني هاي مؤامره ايرانيه، السلاح كله ايراني. يعني هم ذولا ما يردون، يعني هو هذا ماكو النظام الايراني. شلون احنا نريد يعني اركع انا، شوف انا اركع لبلدي، انا اركع لاخوتي السنه، زين انا ما ذولا دعم ايراني. هذا هو انا ماكو كله يعني السلاح الايراني، هو هذا السيد الخامنئي ماكو الشيطان، يعني هو هذا يقولهم شيء يعني شو اسمه التنفيذ الايراني، يعني هم ذولا مثل اصابات حتى حبوب، يعني على وكيلك لقوا طن حبوب بالبيوت. تمام، اشكرك سيد ابو علي من الناصريه، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ننتقل مشاهدينا الى موضوع اخر لدينا في هذه الحلقه ومرتبط ايضا بالميليشيات بشكل ونوع مختلف من الارتباط. الميليشيات والمافيات تتغول في الأجهزة الأمنية ويزداد نشاطها ضد المواطنين ومن لا يخضع لها في دفع الأتاوات، حتى يصل هذا التهديد أو تهديد هذه الميليشيات لكل من يقف بوجهها. وطبعا هذه التهديدات وهذه التجاوزات من قبل الميليشيات تتم بسلاح وعجلات الدولة وزي الأجهزة الأمنية الرسمية. في منفذ المنذرية الحدودي البري في شمال شرق محافظة أو في شمال شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى المحاذية لإيران، اعتدى مجموعة من المتنفذين داخل المنفذ الحدودي ممن ينتمون للقوات الحكومية
على أحد الكسبة بالضرب بعد احتجاجهم على عمله في المنفذ وعدم دفعه للأتاوات في مشهد يدل على سطوة المافيات في ظل الإفلات من العقاب والحماية التي يحصلون عليها من قبل الحكومة. دعونا نستمع لشهادة هذا المواطن في المقطع الآتي. أناشد السيد رئيس الوزراء أن ينظر إلى حالي. عصابات مافيا داخل منفذ منذرية الحدودي قاموا باعتداء علي باسم الحكومة وبيدهم أسلحة وتابعين إلى أركان ويس مراد وكامران ويس مراد يهددون العالم الكسبة ما يخلون أحد يشتغل داخل المنفذ. هذا نتيجة عمل الكاسب داخل المنفذ، يقول ما 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 حد يشتغل غيرنا داخل المنفذ، وهذا هذا نتيجة ضربهم وكلهم مافيات رادوا يخطفوني باب المنفذ المنذرية، باب الحرم الجمركي مال منفذ المنذرية رادوا يخطفوني ما قدروا وباسم أركان وناشد السيد الوزير التدخل بهالشغلة. أريد يدخل فوري بهالشغلة، لأن يعني المنفذ تحت سيطرة مافيات خارج المنفذ يسوون هي سوالف. وأشكر سيد الوزير. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بات مشهد الاعتداءات التي تنفذها القوات الحكومية أو ترعاها وتحمي منفذيها باتت من المشاهد المألوفة في البلاد، لا سيما حمايتها من ينفذ أو من ينفذ ما يعرف بالدقات العشائرية، خلافا لوظيفتها الأصلية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من أي اعتداء. ففي حي المعلمين في بغداد الجديدة هاجم ذو متهم بجريمة قتل وبمختلف الأسلحة، هاجموا منزل عائلة القتيل وأمام أنظار قوات الشرطة الاتحادية من أجل إجبارهم على التنازل عن دعوة القتل التي صدر حكم قضائي فيها، ولم تتدخل القوة الحكومية الرسمية في منع المهاجمين وسط اتهامات لها من أن أهل المجني أو وسط اتهامات لها من أهل المجني عليه بتقديم الحماية للمعتدين وتأمين انسحابهم بعد تنفيذ الدقة العشائرية وسط مناشدات لوزير الداخلية الحالي من أجل التدخل ومحاسبة هذه القوى المتواطئة مع المهاجمين على حد تعبير سكان المنزل الذي جرى عليه الاعتداء. دعونا نشاهد. أناشد أشوف هاي السيارة خرمتنا وشردت ويام عصابة يا عمي. شوف يا وزير الداخلية، شوف يا عم وزير الداخلية، تعال صور صور. لكم هو علاسة هسه علاسة لكم علاسة. شوف يا وزير الداخلية الله وكيلك، هو والدوري هاي رمان هسه وطلعوا ومقتول لنا واحد هسه. صورت الرقم وصورت السيارة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. وفاء تقول: خلي العالم يشوف العصابات اللي ضد الفقير والمظلوم بالعراق العظيم. تعليق من ديما تقول: وين رئيس الوزراء؟ خليجي ويشوف الفقير. لدينا تعليق من جراح يقول: هاي من نقول ضباط دمج وأغلبهم تابعين للميليشيات المتنفذة، يطلع كل واحد لسانه شطولة. وسالم يقول: يجب فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه. نسمع الآن رأي السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. أبو علي نص صوت التلفزيون، حياك الله، نص صوت التلفزيون. سديتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك انت ورئيس القناة تجاه النبي محمد وحارس الضاري الله يرحمه ومثنى حارس الضاري الله يحفظه بالخير والنعم. الله يسلمك يبارك بك، حياك، تفضل. والله يا اخي بالنسبة هاي من يدخلون على البيت يعني احنا دخلوا البيت البابو غريب جيراننا.
وصعدوا على البيوت مالاتنا. نعم. أنا حكيت الواقع هاي مال أبو غريب اللي صارت أبو غريب ذاك الأسبوع. نعم. ونعرف في علي من طبا وشريدون ودوروا وما لقاوا وراحوا. والعشوائيات موجودة. والميليشيات موجودة كفيلة الله والعباس. نعم. إيه واحد شي سوى في هاي الدنيا وأنا مريض منه أنا تعرف بي أنت مريض. وكل مرة أخابركم. والله هاي أحوال أبو غريب وأحوال العراق كلها. أكو ناس تتصل بينا من أبو غريب يقول لك الله يبارك بالمسؤول الفلاني والنائب العلتاني، وكأنه أبو غريب وضعها اليوم وضعها اليوم سيد أبو علي. أبو غريب أكو ناس تتصل تقول وضعها تمام، أمان، ماكو ميليشيات، كهرباء موجودة، ماي موجود، صحة، خدمات. يعني شنو ردك على ذولا اللي دي يتكلمون هذا الكلام؟ هو انا اقول لك صحيحه ابو غريب بامان بامان، بس انا اقول لك بس جاي يطبون بدون يعني لا احم ولا دكتور على البيوت. شلون لعد بامان؟ شلون بامان لعد؟ شلون لعد بامان وبخير اذا دا يدخلون عليكم بانصاف الليالي، يدخلون عليكم الميليشيات؟ أيوة موجوده يهددوكم. نعم خلاص. اذا شكرا، انا اشكرك ابو علي من ابو غريب. لما تكون منطقة مخترقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة ويعتدى على أصحابها بهذا الشكل وبهذه الطريقة، إذن المنطقة ليست بأمان وليست بخير يا أبو علي. ويانا أبو علي أيضا، لكن هذه المرة من بغداد. تفضل يا أبو علي. الله يسلمك حيني. حياك الله. أهلا وسهلا. شلونك يا أبو؟ الله يسلمك حياك. بالنسبة هذا أبو الناصرية، أي هل يثبت له على اسم صار سنة أبو عمر هالسنة يوم أبو علي؟ شوية عيب شوية تقول عيب. على شنو عيب؟ يبدل اسمه، خليه يثبت له على اسم هو صار أبو عمر اليوم أبو علي والباع أبو علي. من هو أبو عمر؟ من هو أبو عمر اللي تقول أبو عمر؟ يعني أنت أبو علي؟ هو البنار. أنت أبو علي بس؟ أنا أبو علي. من يقول إنه أنت أبو علي؟ بالناصرية. من يقول إنه أنت أبو علي؟ خلي يثبت له على اسم. انت منو انت؟ بس لحظة، انت من يقول انه انت ابو علي؟ من يقول انه انت ابو علي؟ انا ابو علي عادي. ايه؟ انا ابو علي والعباس. شنو اللي يثبت؟ انا ابو علي والعباس. يعني والعباس خلاص هاي اصدقك لازم اني؟ لا هو ابو عمر. خلي يثبت له على اسم. طيب هسه انا بس سؤالي، بغض النظر هو شو اسمه، ابو عمر، ابو علي، اسمه عثمان، اسمه ابو بكر، بغض النظر، تمام؟ ده يحكي واقع وحقيقة موجودة في العراق لو ده يكذب. لا أستاذ، ده يكذب الحشيد حمونة ويحكي على إيران ويحكي على الخامنائي. عيب وإحنا تبقى هاي أسطوانة. تمام. عيب. يعني اليوم اللي يعبر عن رأيه وينتقد واقع موجود في العراق لازم تطلع تقول له عيب؟ ما يصير. ليش ما تحترم رأيه وتتقبله؟ يا أخوة تعبان من زمان، هو هذا ما صدام تعبان. هسه بغض النظر أنا دا أسألك، اليوم أي واحد بالعراق اليوم يقول يا با أنا ما أحب الحشد مجموعة من الميليشيات القتلة، تمام؟ هاي وجهة نظرة، أنت ليش ما تحترمها؟ مثل ما أنت تفرض علي رأي لازم يحترمه. ليش أنت ما تحترم رأي المقابل؟ يا أخي والله يا حماري من دواعش من القاعدة. وجهة نظرك أبو علي، هاي وجهة نظرك. أكو تقارير دولية تقول الحشد مجموعة من المجرمين، شنو ردك عليها؟ لا لا لا، هذا اللي يقول فهد واحد عدو هذا. ها يعني لازم أي واحد صادح. لازم أي واحد يخالفكم بالرأي يصبح عدو ويصبح شخص خارج الملة وإرهابي وبعثي وداعشي؟ مو ما صار محمد، الحمد لله سامان وعايشين وكهرباء وما يرضى. طب انا عندي سؤال عندي سؤال. نعم. الحشد تاسس بفتوى من المرجعيه في النجف، صحيح؟ طيب. نعم. وكان الهدف من هذه الفتوى هي مقاتله داعش، على اساس هي بالبدايه حمايه المنطقه اللي انت بيها وبعدين توسعت السالفه، تمام؟ طيب. نعم. اعلن رئيس الوزراء البارحه انه العراق قضى على داعش وداعش لا يشكل أي خطر اليوم في العراق. سؤالي، الحشد ليش بعده موجود ما دام احنا عندنا جيش وعندنا شرطة؟ صاد هذا يحمينا. شلون كان الجيش الشعبي زمان صد
بس سؤالي سؤالي يحميك شلون يحميك وانت عندك جيش وشرطه؟ ليش يحميك بعد؟ ليش كان الجيش يعني شبي الجيش شلون كان الجيش شعب زمن صدام؟ اي وانتفت الحاجه، الجيش الشعبي اللي تاسس بزمن صدام تاسس بالحرب وانتفت الحاجه اليه، تمام؟ لا خلاص انت السؤال هنا أنا. محمد الشيعي السوداني ده يقول داعش لا يشكل اي خطر اليوم على العراق وانتهى تهديده، ليش الحشد بعده موجود وانت عندك قوات حكوميه رسميه وظيفتها تحميك؟ شلك بالحشد بعد؟ لا استاذ حشا من غلط السوداني سلام الله عليه، حشا من غلط. يعني شنو حشا من الغلط؟ هو الرجل قال هذا الكلام، يعني الدواعش باقين بعد السنه. تمام تمام، انا اشكرك 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 ابو علي من بغداد. يبدو بانه هو هذا السبب اللي يخليكم متمسكين بالحشد، شماعه داعش والارهاب اللي فلشها ونفاها وخلص انهى وجودها محمد الشيعي السوداني القائد العام للقوات المسلحه ورئيس الحكومه اللي عنده المصادر وعنده المعلومات اللي خرجوا بكل ثقه يقول انتهى تهديد داعش في العراق وخطره، تمام؟ اذا هذا الموضوع يدفع للسؤال، ما داعي وحاجة العراق بميليشيات كالحشد؟ تمام، طالما هو لديه القوات الحكومية الرسمية الجيش والشرطة اللي وظيفتها هي حماية الحدود وحماية الداخل، وطالما انتهى الخطر وانتهى التهديد باعتراف رئيس الحكومة، شنو السبب بعد انه الحشد بعده موجود؟ خلونا نسمع ابو علي من بغداد ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا ابو جاسم؟ حياك الله ابو علي، كل الهلا. استاذ ابو جاسم، هو الولد هذا خطي ابو علي القبلي، هذا يعني يقول لك احنا صح يعني احترم فضائيتكم، فهذا من ناصريه، هذا متلون طبعا. هذا يصير ذاك اليوم تصدق سال المرجعيه، فاحنا ما نقبل يصير المرجعيه السنيه ولا الشيعيه. تمام. يعني استاذ رفع المرض علي قال له عيب هاي فضائيه وناس، اكثر المنتصرين هم من الشيعه بغض النظر عن هاي المسميات. فاحنا كنا اخوان، ما فرق ان شاء الله. فهذا يتجاوز، دائما يتجاوز، فانت المفروض استاذ محمد ترد عليه تقول له انت تحدث عن اشخاص غلط. هو غلط بس غلط بمسبه، غلط بمسبه وفشار، لو انتقد اداء انتقد سلوك فارسي ما اعرف شنو يعني اسامي. طيب لحظه، انت ليش بس لحظه انت ليش زعلان؟ السيستاني ايراني استاذ ابو محمد. بس لحظه أنا سيد ابو علي، سيد ابو علي يعني انت انا بس سؤالي طبعا. سؤالي يعني انتم ماذا افتهم؟ انتم ليش تضوجون؟ السيستاني ولد في ايران، الرجل ايراني حبيبي. لا هذا مرجع تدري قال على اخوان، قال ذول اخوان نفس يعني بغض النظر احنا بغض النظر بس لحظه عفك عفك من سالفه بس لحظه هو ابو علي هذا ايه؟ هو هذا من الناصريه، هذا من معه الاتفاق بيكم، هذا باوع ولا باوع والعلماء تنتقدون تنتقدون اللي يقول الحقيقه وتهاجموه بمسبه. يا اخي يعني انت ليش تغلط على الرجال؟ الرجل لم يشتمك. هو السؤال، هو السؤال انت ليش الضوج من تقول من نقول او من الناس تقول السيستاني ايراني؟ هو السيستاني ايراني، انت ليش ضايج؟ السيستاني مواطن ايراني، بس اسمح لي، مواطن ايراني. يا اخي يا اخي هو يفتخر بقوميته. انا سؤالي يعني هو انت ليش ضايج؟ بس لحظة، هسه اجيك على هاي الجزئيه اجيك. ماشي ماشي، بس خليني اسولف وياك. قبل شوية عرضنا قضية تتعلق بمنطقة الجادرية أو أراضي الناس اللي سيطرت عليها ميليشيات الحشد، تمام؟ وذول الناس قبل فترة تظلموا وراحوا التقوا بالسيستاني في النجف وقالوا بأنه قالوا لك يعاننا مباقت، وقال لا ما يصير من هالكلام، تمام؟ وطلع رئيس، بس اسمعني اسمعني بس اسمعني، طلع رئيس الحكومة محمد الشيعي السوداني وقال حنشكل لجنة ونسوي تحقيق ومن هالكلام. هسه عرضنا المقطع مره ثانيه، الناس ذولا نفسهم اصحاب الاراضي تم الاعتداء عليهم مره ثانيه وتم سرقه ارضهم مره ثانيه. وين صمام الامان؟ وين اللي حمى الناس؟ اشو ممتلكات العالم ده تنباق يا اخي؟ استاذ محمد، هو مو كله سوى صابعك، مو كله سوى، اكو زين واكو شين، ترى البشر ما محصوم، الزين زين. هسه انت انا احترمك استاذ محمد، انت انسان اخليك على قدرك، الله يسلمك. بس شنو اكو ناس زينه واكو ناس مو، ترى الانسان حتى ببيتك داخل بيتك تمام. انا بدي اقول انا ماشي ماشي ماشي، هذا الكلام هذا الكلام مفهوم. السؤال،
طالما مرجعية النجف لها هذا التأثير وعندها هاي القوة والناس تسمع، تمام، ليش محمت ممتلكات الناس اللي بالجادرية؟ أنت مو دا تقول هي حمة العراق؟ طيب إذا هي دا تحمي العراق، إذا هي دا تحمي العراق وعندها هذه القدرة والإمكانية على حماية بلد، ليش ما دا تقدر تحمي هذه الرقعة الصغيرة الموجودة في منطقة الجادرية؟ مثلها مثل أراضي هواية دا تنباق يوميا. والله العظيم هاي ماكو مال الجادرية، اكو ناس هي باعت، انا اعرف هاي الشغلات. طيب واللي ما باع، واللي ما باع، واللي ماشي ماشي، خلي امشي وياك. خلي امشي وياك. هم نفسهم الاهالي باعوه. تمام، واللي ما باع ارضه، واللي طلع قبل شويه والدم والدم دا ينزل من وجهه وايده مكسوره، هذا شنو؟ استاذ ذولا عصابات، اكو عصابات بكل زمان بكل مكان، هاي ذولا عصابات، عصابات بكل مكان، وين ما تروح اكو عصابات، يعني هسه تمشي بالشارع يضربوك ثلاثه اربعه ما تعرفهم شنو ما شنو، وانت رجل بريه، هاي الشغلات استاذ محمد تصير، يعني مو اقول لك ما تصير. تمام. طيب انا اشكرك سيد ابو علي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. متمسكين بنفس الفكره، انتم احرار، لكن واقع الحال يقول ماكو للعراقيين من ظهر سوى نفسهم ورب العالمين اولا واخيرا. لأنه حقيقة اليوم بالعراق اللي يحميك هي عشيرة قوية صاحبة سلاح ونفوذ، لا قانون يحمي، لا مرجعية تحمي، لا أي شخص أو أي جهة تحمي في العراق. أنت عندك حزب أو ميليشيا، نعم أنت وضعك تمام وأمورك أمان وما حد يقدر يندق بيك أو يتعدى عليك. أنت ما عندك أحد، يأكلوك ويشربوك. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. ليس الرصاص العشوائي ظاهرة جديدة في العراق، لكن في الآونة الأخيرة شهدت البلاد زيادة في إطلاق النار العشوائي خلال الأفراح والمناسبات، إذ نادرا ما تخلو مناسبة من إطلاق نار سواء كانت احتفال أو حزن، وقد يصل الأمر إلى استخدام الأسلحة المتوسطة أيضا. وبالرغم من أن القانون العراقي يعاقب على حمل السلاح من دون رخصة حيازة وتصل عقوبة مطلقي النار في المناسبات إلى السجن مدة 3 سنوات، لكن ما يزال إطلاق النار مستمرا. في مدينة الصدر شرقية بغداد فقد فتى حياته بعد إصابته برصاصة عشوائية وسط مناشدات من ذوي الفقيد بالتدخل الحكومي لوضع حد لظاهرة إطلاق النار العشوائية. دعونا نشاهد. شوف لي هذا الشاب، شوف لي ياه جراء إلى رهاب بالمدينة، مدينة الصدر مو مشاجرات، إرهاب عندنا، ميليشيات سوت عندهم مشاجرة، وهذا ضحية، هذا ضحية، وهسه من طالب بدمة تطلع لنا الميليشيات، فريد وقفتك يا رئيس الوزراء، شوف ابو انجم احلفك بسيد الشهداء ابا عبد الله، وقف ويانا بهاي القضية، هاي مناشدة لك يا رئيس الوزراء يا محمد الشاعر السوداني. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. طيب، كان وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري قد أصدر تعليمات مشددة باعتقال مطلقي العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في المناطق التي تشهد إطلاق نار في حال لم يتخذوا أي إجراءات بحق المتورطين، إلا أن هذه التعليمات بقيت حبرا على ورق ولغايات الاستهلاك الإعلامي في ظل إفلات الجنات من العقاب واستمرار الظاهرة وتناميها، الأمر الذي دفع ناشطين إلى مناشدة الوزير مجددا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاستفحال، استفحال هذه الظاهرة التي لا رادع لها وسط مطالبات بتشريع قوانين تحد منها. دعونا نشاهد أو نستمع لهذه الرسالة التي وجهها ناشط من مدينة الناصرية بشأن ظاهرة أو استمرار قضية إطلاق الرصاص العشوائي. هاي المناشدة إلى السيد رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وإلى السيد وزير الداخلية بصورة خاصة، ذي قار في خطر، الناصرية في خطر، جنوب الناصرية في خطر، وأخص بالقول قضاء قرمت بن سعيد، من ظاهرة إطلاق النار، ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وأخص بالقول الفواتح، من تصير فاتحة وتشيع السماء تصير حمراء، الشباب اللي تخرج بالسلاح ما تمتلك من العمر إلا أقل من 18 عام وأكثر بقليل، يطلعون بالسلاح البيكيسيات والأنفورات والأمسكستينات، والسماء تدوي حمراء تصير من المذنب. هاي الناس انفقدت
انفقدت أرواحها وتيتمت أولادها وترملت نساها بسبب إطلاق النار في قضاء قرمث بن سعيد. ظاهرت إطلاق النار استفحلت بشكل لا يوصف. نتابع الآن، نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. تعليق من أحمد يقول: الحكومة وكبار القوم عاجزون عن منع إطلاق العيارات النارية. وليد يقول: الانفلات الأمني وصل حد البشاعة، كنا نسمع عبارة الدنيا صارت غابة القوي يأكل الضعيف بالأفلام، هسه فعلا عشناها واقع. مهند يقول: أودعتك إذا أكو تشريع قانون لهذه الظاهرة فلا طلق الثور. وحتى لو شرعوا يا مهند، من يلتزم؟ من يحترم القانون أصلا في العراق؟ أسامة يقول: أحسنت، نتمنى من الجهات المعنية يخلون حد لهذه الظاهرة. نستمع لرأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الكريم، يقولون الجنة بلاش والنار بفلوس. المرجعية حمت العراق من اعتداء عسكري، بس ما حمت من المرجعية اليوم من فساد الدولة. اليوم ما حد حمانا من تجفيف الأنهار علينا. اليوم ماكو حماية إلا رعاية صحية، ماكو معدومة اليوم. يعني دفعتوا الخاء عسكريا وضعفتوا أمام الضعيفة، يعني ما طلبنا منكم، لا طلبنا من حكم تطولنا مثل الكويت ولا مثل الإمارات. احنا الجنوب نبقى عبيد، يعني ما لهذا اليوم احنا ما أخذنا الحرية. لليوم ما أخذنا الحرية، استولت علينا العشائر واستولت علينا احزاب سياسيه دعت مظلوميتنا وخلت اكلتنا حاصل فاصل. يصير النائب يوظف امامه ويوظف اخوته ويجيب الخدمات كلها لعشيرته، وعشائر عشر عشائر من عشائر ظلتها بالشارع. يعني الديوانيه لو تجيها لا محسوبه، كان احسبوها حي من حي بغداد دافعوا عنه. حسبوها مثل الاربيل ودافعوا عنها. تجيبونها لو من التيار لو من الاطار، جاب قرايبه حطهم بالمحافظه نفس الفساد. شكرا ابو علي. نعم، انا اشكر حضرتك، وقتي في وياك بهذا القدر لان الوقت ضيق. خلينا نسمع عطوان من بغداد، تفضل يا عطوان. الو، السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام، حياك الله عطوان، اهلا وسهلا. والله جيت من العظميه، الله شاهد. نعم. مولد رسول النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. اي والله صاير هوسه، والله جعلاتكم هناك وجيت اشتوني والتقيت بضباط عمداء. نعم. وعلى العراقيه التقيت. وهسه جاي بوعدكم حتى التلفزيون على الشاشه مالتكم رحم الله والديك، طلع لنا الفيديو هاي مال الضربه مال الثانيه مال الشرطي. شلون؟ على مود الوزير يشوفه. الضربه مالتي دزيت لكم اياها على اي ضربه؟ الو سلام. اي ضربه يا عطوان؟ انت البارحه استاذ، البارحه دزيت لكم فيديو. اي. شرطي اعتدى علي بالباب، فارش مي وضربني بالصينيه. مستهتر. تمام، حنشوفه ان شاء الله، نشوفه باذن الله. ونعرضها في اقرب وقت. هو عرضها يرحم امك وابوكي، والله ادعي لك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. بس تعرضها حتى الوزير يشوفني. البارحه رأفت هو. قال على الوزير. تمام. انا اشكرك سيد عطوان، شكرا جزيلا، بارك الله بك، وصلت الرساله. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه. نصل الى موضوع يتعلق بالفساد والتلكؤ في انجاز المشاريع. ارتبطت الجسور في العراق بقصص واحداث مفصليه في تاريخ البلاد، بدءا من العهد العثماني مرورا بالاحتلال البريطاني وما تبعه من أحداث وثورات وعمليات مقاومة وانتفاضات، ثم العهد الملكي والانقلابات العسكرية التي تلت، وصولا طبعا إلى الاحتلال وما تلاه حتى يومنا هذا. كان هذا الارتباط وثيقا إلى درجة حولتها إلى جزء من هوية العراقيين قبل أن ينالها الإهمال والخراب كما نال مفاصل الحياة في عموم العراق. وباتت صفة الفساد ملازمة لمشاريع بناء الجسور التي تحولت إلى مشاريع متلكئة بسبب تبديد أموالها وتوقف تشييدها قبل إنجازها. ففي محافظة النجف تعد مجسرات تقاطع الزهراء في المدينة مثالا صارخا على الفساد بعد تلكؤ إنجازها منذ عشرات أعوام. دعونا نشاهد. تعياتي لك من جسر النجف. بس ما مكملينه، بس ما مفتوح. فتح واحد ثاني، هو الاول واحد ما كمل.
يكملون الثاني شو وقت؟ المجسرات النجف. تحياتي لك خير. يلا روح. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر من محافظة النجف إلى محافظة ميسان التي يتبجح القائمون عليها بأن محافظها التابع للتيار الصدري أو من محافظة ميسان إلى محافظة النجف التي يتبجح القائمون عليها أن محافظها التابع للتيار الصدري علي دواي استطاع إحداث ثورة إعمار في المحافظة، إلا أن مجسرا متلكئا منذ عشرة أعوام يفضح هو الآخر هذه المزاعم بعد أن تحول إلى حجر عثرة أمام المارة بسياراتهم. لنشاهد. هذا الجسر بمحافظة ميسان حالة حال جسر النجف، صار له 10 سنوات من بدأوا يشتغلون به هو والنفق. كان شارع عادي يخبل، على قولتك والله راح تخبل، شو وقت راح يكمل هذا الجسر؟ مشاهدينا الكرام، ننتقل من ميسان إلى محافظة ذي قار حيث انضم مشروع جسر شهداء الزيتون الذي توقف العمل فيه قبل مطالبة الشركة المنفذة بالمستحقات المالية المترتبة عليها على إدارة صندوق إعمار ذي قار إلى قائمة هذا المشروع. طبعا انضم إلى قائمة المشاريع المتلكئة جنبا إلى جنب مع مجسر الإسكان الشهير الذي سبق وأن عرضنا قصته في برنامج صوتكم، والذي لم ينجز بالرغم من مرور 16 عاما على بدء تشييده وسط مخاوف من تسبب تأخير إنجاز جسر الشهداء الزيتون بحوادث السير، كونه يعيق حركة السير في الموقع الحيوي وسط المدينة وهي على أعتاب فصل دراسي جديد. دعونا نشاهد. فإحنا مقبلين على عام دراسي ودوامات، وهذا تحت الجسر، وهاي مقتربات الجسر كلها تؤدي على طريق الجامعة وكلها هنا مدارس أهلية وغيرها. فإحنا جاي نشوف الحكومة المحلية ماكو اهتمام بإيجاد طرق بديلة، ماكو هذا خطط فك اختناق. يعني الناصرية أثناء الدوام مقبلة على ازدحام قاتل. إحنا نوجه رسالة للحكومة المحلية برمتها وصندوق أعمار ذي قار بإيجاد حلول عاجلة، لأن الدوام ما بقى له شيء، 10 أيام أو 15 يوم يبدأ الدوام. يعني إذا ماكو يعني معناته ينعدم نهائيا الشوارع الناصرية كلها تنعدم، صير صعوبة العبور الطلاب. يعني الطالب بهيج حالة لازم يطلع بالخمسة الصبح يلا يوصل المدرسة. فإحنا نطالب هذن المقتربات جسر الزيتون المنا ومنا هذن يتم إعادة تأهيلهن، أو عندهم فد خطة بديلة، أو يسوون يجمعون رؤساء الوحدات الدارية ويطلعون بخطة خلي ينقذون العالم من الازدحام. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. هاشم يقول: هي الناصرية عبارة عن خراب لا أحد مهتم بها. تعليق من صبا تقول: ليش هو أكو جسر بالناصرية مو متلكئ سنة وعشرين سنة وكلها جسور ما تصل إلى مستوى الجسور بالعراق، وين أكو جسر سايدين فقط بهذا التطور السريع؟ يوسف يقول: السبب هو حصة الأحزاب والميليشيات والسياسيين الخونة والعملاء والمرتزقة والذيول والسراق من المجسر. علي يقول: الشركة غير رصينة، العمل جدا سيء. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. يتراجع مستوى التعليم بشكل لافت في ظل نقص حاد في إمكانات المؤسسات التعليمية وصعوبات في معالجة المشاكل تزامنا مع قرب العام الدراسي الجديد في العراق. ويعاني القطاع التعليمي في البلاد منذ سنوات طويلة، إذ تفيد تقارير دولية بأن نحو 50% من المدارس الحالية بحاجة إلى عمليات إعادة تأهيل للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في الصفوف التي يتجاوز عدد الطلاب في أغلبها أكثر من 50 طالبا في الصف الواحد. وبالرغم من إعلان بناء وترميم بعض المدارس، إلا أن الحاجة الفعلية لنحو 8000 مدرسة لا تزال قائمة لتفادي النقص الكبير في عدد المدارس عقب الاضطرار إلى اعتماد نظام دوام مزدوج فيها وعدم تجهيزها بمستلزمات الكتب والمقاعد وغيرها، مضطر كثير من الأهالي إلى تحمل هذه الأعباء. المزيد من التفاصيل بشأن معاناة الطلبة وذويهم مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في سياق الانفوغرافيك الآتي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية.
التواليتات صحيات كلها مكسرات. نناشد كل غيور أن ينظر بحال هاي المدرسة اللي تم هدمها من سنة 2019 ولحد يومنا هذا باقي المدرسة على هذا الحال. السوداني مدير تربية وزير التعليم، تقبلون واحد من أطفالكم يقاوم مش مدرسة؟ موضوع الكتب شنو؟ اخ شوف استلمنا كتب ما شاء الله اليوم هناك فهم شديد. زين هذا الطفل او الطالب شلون يصير له واهس ويقرا بيها؟ مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. ندد طلبة جامعيون باستحواذ وزارة التعليم الحالية على مقاعد الدراسات العليا وتخصيصها لغير مستحقيها ممن ترقنت قيودهم أو فشلوا دراسيا وبذرائع مختلفة، كأن يكونوا من أقرباء الشهداء أو ممن لديهم سجين سياسي أو ممن يعرفون بضحايا الإرهاب. وتصدر وسم الوزير يهمش الدراسات ترند منصة إكس بعد تفاعل الطلاب الجامعيون وطلبة الدراسات العليا على هذا الوسم، احتجاجا على ذهاب مقاعدهم لطلبة لا يستحقونها وفقا للمحاباة والمحسوبية. وأجمع المتفاعلون على الوسم على أن توجيه نعيم عبودي أو وزير ميليشيا نعيم العبودي وزير ميليشيا العصائب كما يحلو للكثيرين تسميته في إشارة إلى انتمائه للميليشيا، وجه نحو تحقيق شراكات مع الجامعات والكليات الأهلية لإطلاق برنامج دراسات عليا في الجامعات الأهلية، وما هو إلا محاولة رخيصة كما وصفوها لبيع الشهادات عبر الجامعات الأهلية التي تعد دكاكين تعليمية لبيع الشهادات. دعونا نستعرض الآن معا بعضا من هذه التعليقات التي وردت بشأن هذا الوسم. علياء تقول: الوزير يهمش الدراسات، حقنا، وين مقاعدنا؟ وين ضمائركم؟ وين؟ لدينا تعليق من فاتي تقول: فاطمة، ساعدونا يرحمكم الله، لا نستطيع الدراسة بالخارج وترك أهلنا وأطفالنا، الخاطر الأطفال اللي عندنا، انطونا توسعة. تعليق من نغمة تقول: الوزارة ترغم الجامعات على عدم شغل المقاعد ليتسنى لها فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، القرار المرفوض نيابيا.
وزارة تقول مقاعدنا شاغرة أقسام حتنحسد، عفوا مقاعدنا شاغرة أقسام حتنسد بسبب الشواغر، رصانة زائفة ينطون كيرفات واستثناءات، إرجاع المرقنة قيودهم، الاهتمام بالطلبة المبتعثين، فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، ويستمر التخبط في الوزارة على حساب من؟ على حساب الطلبة المتقدمين لهذه السنة. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.